بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم محاضرتنا عن الكريبتوغرافي اللي هو التجفير. التجفير مهم طبعا جدا، لانه بسبب انه حاليا استخدامنا صار كبير للانترنت والنتورك بصورة عامة، فيحتاج انه حتى لا تنسرق المعلومات، وحتى اذا انسرقت فتكون مجفرة، ما راح يستفاد من عندها الطرف الثالث او الاتاكر. لذلك يعني صارت أهمية التجفير كلش عالية. أكو ملاحظة يقول إنه التجفير هو دبل إيج سور، يعني هو سيف ذو حدين. ليش سيف ذو حدين؟ لأنه احتمال الجهات الكريمينالز أو الهاكرز أو الأتاكرز إلى آخره، ذول الجهات ممكن إنه يستخدمون التجفير لأغراض غير سليمة. بالتشفير عندنا مصطلحات مثل البلين تكست والسايفر تكست والكي. البلين تكست هو النص غير المشفر، يعني النص الصريح الواضح. سايفر تكست هو النص بعد ان نجري عليه عملية التشفير، يعني راح يكون غير واضح، سكرامبلد. الكي هو المفتاح اللي من خلاله استخدم الخوارزمية التشفير، ومن خلاله تتحول، يعني بالاضافة الى خوارزمية التشفير تحول البلين تكست الى سايفر تكست. الكي سبيس الكي سبيس او يسمى كي لينكس، يقول has a direct impact on our ability to break the encryption، يعني له اثر كلش كبير في كسر الخوارزمية. شلون هذا يكون الاثر؟ كلما طال الكي، كلما يعني اللينكس مال الكي يطول، كلما صار عملية فك التشفير صعب. يعني مثلا بالسيزر طول الكي يعني اما 1 أو 2 أو 3 أو 4 الى 25، يعني 25 كي. فعملية تجربة 25 كي عملية سهلة جدا، فكسر السيزر يكون كلش سهل. بينما هنا اعطي مثل يقول اذا كان عندي الكي 128 بيت، فيتكون لي عدد كبير، يعني هذا الرقم اللي موجود 340 282، وراء ما اعرف 10 أو 15 فارز 20. هذا الرقم كله هو عدد الكيات اللي ممكن يتولد من 128 بت. هذا الكي اذا جبنا حاسبه تكسر 500,000 باسورد بالثانيه، فيحتاج الى 21 و580 وكذا فارزه قدامه يير حتى ينكسر. فهذا يقول اذا كانت هذه خوارزميه عاديه طولها 128، فاذا كانت خوارزميه تشفير اعقد مثل ان الاي اي اس ادفانس انكريبشن ستاندر اللي هو طول الكي بي يصل الى 256، فراح يكون عندي ماتش هاير يعني وورك يتطلب حتى نكسر هذه الخوارزمية او هذا الكي. الكريبتوغرافي هو الكريبتوغرافي هو عملية سكرامبلنج، يعني بعثرة للأحرف أو الرموز أو السبيشال كاركتر. من يعني تاريخيا احنا دش محاضرة حكينا شلون تاريخيا بدأ هذا، فد مثل أيضا تاريخي السبارتيان اللي هم من سبارتا قبل 400 سنة قبل الميلاد، سووا طريقة لعملية التشفير اللي هو انه يجيبون ورقة ويلفوها على ستيك، يعني على عصا، بطريقة سبايرال، يعني بطريقة حلزونية، بحيث انه حواف الورقة تبقى ظاهرة، ويجون يكتبون على هذه الحواف الظاهرة، بعدين يفتحوها للورقة. فمن يفتحوها الورقة اما يكملون الرسالة او يعفوها فارغة، هي بكل الحالتين هي الرسالة راح تكون غير مفهومة. من يقدر يفتح او يفتهم الرساله؟ لازم الطرف الاخر عنده نفس العصا بنفس الطول ونفس الدايمتر، يعني نفس القطر ونفس اسلوب اللف الحلزوني لازم يعرفه. يعني صارت عندنا 3 بارامترات: طول العصا وقطر العصا والاسلوب الحلزوني السبايرال اللي يلف به الورقه على العصا حتى يقدر يعرف النص المشفر. هنا عندنا مجموعة تعاريف اللي هي الكريبتوغرافي
هو العلم اللي من خلاله نستخدم عملية التشفير. الانكريبشن هو تحويل المسج البلين تكست الى سايفر تكست. الديكريبشن هو عملية تحويل سايفر تكست الى بلين تكست. والسايفر هو الخوارزمية اللي نستخدمها بالانكريبشن والديكريبشن. عندنا السبستيوشن والترانسبوزيشن سايفر. ذني هي عبارة عن كلاسيكال انكريبشن تكنيك قديمة وسهلة. السبستيوشن هنا يبدل الأحرف، يعني عندي أنا الأحرف مثلا A B C، ممكن تصير هذه الأحرف C D E او دي اي اف، يصير الاي بي سي يصير عندي دي اي اف مثلا، يعني معناها الاحرف تبدلت ما بقت اي بي سي، دي اي اف. او ممكن تكون اذا كان الكي مالتي مثلا على سبيل المثال 24 حصلت تحولي الى اكس واي زد، يعني الاي بي سي تحولت لي الى اكس واي زد. فبالنتيجة معناها انه عملية استبدال الاحرف، يعني مو الاحرف نفسها تبقى وانما تغير. اول واحد اكتشف هذه طريقة السبستيوشن هو يوليوس قيصر. الكي مالته كان 3 وهنا تحول النص الى 3 احرف، يعني شوف هنا الاي بي سي دي هذا بالبين تكس، الاي تحول الى دي والبي تحول الى اي والاي تتحول الى اف وهكذا. فمثلا هذه الرسالة الميت مي افتر ذا تاغا بارتي راح تتحول الى بي اتش اتش دبليو بي اتش دي اي دبليو الى اخره. طبعا هذا الكي مو ثابت 3 وانما يبدي من 1 الى 25. المعادلة الرياضية مالته هي كالاتي، اذا اعطينا لكل حرف رقم يعني اي 1 بي 2 سي 3 والاكس واي زد هي 24 25 26، فاذا كان عندي الانكربشن يعني الكي مالتي 3 فيصير اي هذه المعادله رقم 1، اي 3 للبي راح يصير بي زائد 3 مود 26. شنو معناه بي زائد 3؟ يعني البي مالتي هو الاي اضيف له 3 ايش قد يصير؟ 4، فراح يطلع لي بدال الاي 4 اللي هو الدي. بالنسبه للبي 2 زائد 3 راح يصير 5، فيطلع لي الاي بدال البي. ال 3 اضيف له 3 راح يصير 6، يطلع لي بدال السي اف. هنا الزيت مثلا 26 راح اضيف له 3 ايش قد يصير؟ 29. فمن اطلع المود مالته مود 26 راح يصير 3، فمعناه شنو؟ الزيت راح يصير بداله سي. نفس الشيء الواي 24 العفو 25، هاي قلنا بالمحاضرة قلت لكم نبهتكم انه تصلحوها. فانا 25 الواي 25 زائد 3 راح يصير 28، مود 26 2 راح يصير بي، معناه الواي تصير بي. ونفس الشيء الاكس اضيف لها 3 راح يصير 27، مود 26 1 في اي. فاذا اذا كان الكي 3 راح تصير بي زائد 3 مود 26، اذا كان الكي اي رقم اخر نفس المعادله تكون بي يعني رقم البلين تكست زائد كي اللي هو حجم الكي مود 26. الدي سافر مت هو عكس العمليه. هنا طبعا يقول البروت فورس اناليسيس او كريبت اناليسيس سهل انه يكتشف النص المشفر بالسيزر لانه جرب مجرد 25 مفتاح، مجرد 25 مفتاح. هنا النص المجفر اللي هو بي اتش اتش دبليو بي اتش الى اخره، جرب اول مفتاح طلع على ربوش، ثاني مفتاح طلع على ربوش، جرب ثالث واحد طلع عليه ميت مي افتر ذا تاغا بارتي. فهو الماكسيمم يجرب 25 مفتاح، ماكسيمم 25. وهذه طبعا بالحاسبه مو فد شيء، يعني يمكن اقل من ثانيه راح يقدر يكتشف النص الصحيح. ليش نستخدم او ليش شنو ليش نقدر نستخدم البروت فورس ويل هذا النوع من التشفير؟ لانه الانكريبشن اند ديكريبشن الجوريزم ار نون، اثنينات المعروفات، عندي الخوارزميات معروفات، طول الكي ما يتجاوز ال 25، واللانجوج المستخدمه هي طبعا اللغه الانجليزيه، يعني ما عندي خليط من اللانجوج، هي لغه واحده. فلذلك ذني الثلاث نقاط سهل عمليه فك التشفير بالسبستيوشن. الترانسبوزيشن فرقها عن السبستيوشن انه نفس الاحرف راح تبقى نفسها بس تتلخ، يعني راح يصير شيفتنج بمواقعها، مجرد راح يصير شيفتنج بمواقعها. يعني هناك كان الاي بي سي ممكن يتحول الى اكس واي زد، هنا الاي بي سي لا ما يتحول الى اكس واي زد، ممكن ان يكون سي بي اي مثلا. مثلا اذا عندي اي بي سي دي اي بي سي دي اي اف
ممكن راح تتحول الى اي اف بي سي دي، يعني بس تبقى نفس التركيبه من الاحرف، تبقى عندي نفس التركيبه من الاحرف. اول طريقه يعني هنا ده يقول فقط البوزيشن مالتها يتغير، فقط البوزيشن مالتها يتغير. اذا بالترانسبوزيشن نفس الاحرف تبقى عندي، احافظ على نفس الاحرف اللي عندي مجرد يتغير البوزيشن مالتها. بالسبستيوشن لا، استبدل حرف بمكان حرف اخر، يعني ممكن الاي بي سي تتحول الى اكس واي زد. هنا الاي بي سي ما تتحول الى اكس واي زد، تتحول الى مثلا بي سي اي او سي بي اي والى اخره. زين، او اسهل طريقه هي الريال فينس. الريال فينس يعني سكة القطار، فهنا الكي إذا كان اثنين معناه عندي خطين من سكة القطار، أجي أكتب حرف الام إذا هي ميت مي، حرف الام على السكة على الخط الأول، والإي على الخط الثاني، والإي الثاني على الخط نرجع على الخط الأول، والتي على الخط الثاني، والام على الخط الأول، والإي على الخط الثاني، وهكذا. من أجي أقرأها أقرأ كل أحرف الخط الأول اللي هي M E M A T R، وبراها أجي أقرأ أحرف الخط الثاني اللي هي E T E F T O. فذني ها طبعا طريقة كل سهلة، استبدلوها بماتريكس يحدد حجم الكي. مثلا حجم الكي مالتي 7، أجي أكتب رسالة مالتي اللي هي attack postpone until warm، فأجي أكتب attack بالسطر الأول، خلاص أكتب وراها postpone أكملها على الخط الثاني، وراها اكملها انتل، وراها وام. هنا اخيره ثلاث احرف فارغه ما راح تبقى، فاضيف اكس واي زد. اذا بقى عندي مثلا خمس احرف اضيف في اكس في دبليو اكس واي زد، في دبليو اكس واي زد، اذا بقى اخير خمسه، اذا بقى اربعه دبليو اكس واي زد والى اخره، يعني حسب حجم عدد الاحرف اللي تبقى اكمل من الاخير، اكمل من الاخير. من اجي اقرا هنا الكي مالتي اذا متسلسل، طبعا راح تكون عملية سهلة، يعني اذا 1 2 3 4، فالافضل انه اخربط، فاقول مثلا الكي مالتي هو 4 3 1 2 5 7، فالواحد راح يصير تي تي اي ان اي، اثنين هو اي بي تي ام، الى ان اصل اخير شيء 7 هو بي اي تي زد. هذا شوفوا 7 اخر شيء هي بي اي تي زد. طبعا افضل انه الكي مالتي طوله 7، هاي 7 معناه الماتريكس مالتي بها عدد 7 من الاعمده، واجي اخلي الرساله مالتي قد يعني المصفوف مالتي تكون 7 في 7 7 في 10، المهم هي 7 7 اعمده. ممكن انه يكون الكي مالتي 8، ممكن يكون 4، ممكن، ومثل ما قلنا كل ما يزيد الكي كل ما يكون تكون عمليه فك الشفره اصعب. هنا الكي مالنا 7، بس تسلسل الكي انتبهوا عليه هو 4 3 1 2 5 6، لذلك بدينا بالواحد اللي هو تي تي ان اي، الاثنين اي بي تي ام، الى وصلنا للسبعة البي اي تي زد. حتى نصعب العملية تكون العملية اصعب، يعني شافوا انه كسر التشفير بهذا الطريقة يكون سهل، فحتى يصعبوها اصعب هذا السايفر تكس اللي طلع هو اللي هو تي تي ان اي اي بي، يرجعون مرة الأخ يخلوه بنفس المصفوفة مع التشفير، فش خلينا باعوا تي تي ان اي اي بي تي وكمل الى اخره الى نهاية السايفر تيكس اللي هو كان عندنا بي اي تي زد. شوفوا هنا البي بي اي تي زد صارت اخير شيء، ويرجع يقرأها مرة ثانية، يقرأ الواحد اللي هو الان اس سي واي، والاثنين اللي هو اي يو او بي، الى يصل الى السبعة اللي هو تي او كي زد. هنا عملية التكرار عملية التشفير حتى مجرد تصعيب عملية التشفير حتى تكون عملية فك الشفرة تكون عملية صعبة. هاي الملاحظة كلش مهمة، أنا ذكرتكم إياها بالمحاضرة. هنا يقول إنه أنا برغم إنه السبستيوشن والترانسبوزيشن هي عمليات سهلة، إلا أنه لا زالت تستخدم في خوارزميات حديثة مثل الديس. يعني الديس بي 16 راوند، كل راوند بها عملية بيرميتيشن وبها عملية سبستيوشن. إذا أهميتها منين اكتسبتها؟ هي عمليات سبستيوشن والترانسبوزيشن عمليات سهلة، وشفنا الخوارزميات مال سيزر وهذه الخوارزمية الثانية مال الترانسبوزيشن مو فد شيء صعب، بس ظلت مهمة لأنه لا زالت تستخدم في خوارزميات حديثة مثل الديس وخوارزميات حديثة أخرى. زين، هسه نجي على السيمتريك والاسيمتريك.
سيمتريك سايفر والاسيمتريك سايفر، اول واحد هو البرايفت او السيمتريك كي. هنا استخدم اني نفس الكي للتشفير ولفك التشفير، نفس الكي استخدمه، طبعا نفس الخوارزميه، اكيد هي نفس الخوارزميه ونفس الكي للتشفير ولفك التشفير. هنا هذا عندي شوف الكي نفسه هذا اللي استخدمه بالتشفير استخدمه لفك التشفير. مميزاتها انه هي فاست ان ايزي تو يوز، لازم اجد في الطريقه حتى اخفي او ما اخلي الكي يعني يكتشفه المهاجم من اريد اسلمه للريسايبنت، يعني ريسايبنت يعني المستلم، يعني من اريد ارسل الكي الى المستلم يجب ان القى سكيور مانر، يعني فد اسلوب امين حتى اسلم، لانه مجرد انه المهاجم يكتشف الكي راح يقدر يكسر الخوارزمية وراح في عملية التشفير راح تكون غير مهمة. هنا اكو مصطلح، طبعا قلنا مثل ما قلنا البرايفت كي الجوريزم هو استخدم السيم كي، يعني نفس الكي استخدمه بالتشفير وفك التشفير. اكو مصطلح اسمه الكي از ا فاليو اندبندنت. شنو معنى فاليو اندبندنت اوف ذا بلين تكست؟ يعني كل ما اغير الكي تتغير نتيجة التشفير، يعني اذا اشفر بكي رقم واحد راح يطلع لي نص مشفر معين، من اشفر بغير كي راح يطلع لي غير نص، من اشفر بغير كي يعني لو اخلي 100 كي راح يطلع لي عندي كل مرة يطلع لي سايفر تكست مختلف، كل مرة يطلع عندي سايفر تكست مختلف. وهنا طبعا راح يرجع نفس الكلام يتكرر انه اني لازم عملية السكيورتي للكي عملية مهمة، لازم اقدر اوصل الكي الى الجهة الثانية او الى المستلم بطريقة امنة خوفا من الايفستروبنج، يعني اللي يسرقون السمع على على الشبكات، لانه مجرد حصولهم على الكي راح يكون فك عملية التشفير عملية سهلة. وهذه الويكنس بوينت، هي نقطة ضعف بالبرايفت كي الجوريزم. من انواع البرايفت كي الجوريزم هو الداتا انكريبشن ستاندر، هو الديس اللي هو اكتشفه بال 1977 واستخدمت الحكومة الامريكية بالتشفير، ويستخدم 56 بت كي، واعتبر هسه حاليا هو اولد لانه قدروا يكسرون الشفرة مالته. البلوفش الترناتيف بديل للديس، كي سايز مالته يتراوح بين 32 و 448. عند الانفاس انكريبشن ستاندر هو الحالي هو الاخر شيء، تستخدم الحكومة الامريكية للتشفير وفك التشفير، يعني انعلن عنه بال2000، يعتمد على الراجيدل سايفر، والكي المستخدم به 128 او 192 او 256. الببليك كي او الاسيمتريك كي، هنا عندي نوعين من الكي، عندي البرايفت كي هذا بالرسم، برايفت كي يستخدم للتشفير والببليك كي يستخدم لفك التشفير. البرايفت بي هو يعني خاص، هذا لازم احد يعرفه، الببليك ممكن انه احد، ممكن اي احد يعرفه، ممكن انه اي احد يعرفه. اكو عندنا ريليشن شيب بين الاثنين، ريليشن شيب بين الببليك والبرايفت. البرايفت يشتق من الببليك بس بصوره كلش معقده رياضيا، بحيث انه اي واحد ما يقدر يعني يقول امبوسيبل، ماثماتيكلي امبوسيبل انه يجي واحد يشتق البرايفت كي من الببليك كي. من الصعب شوف هنا calculating D اللي هو الـ private key، having E اللي هو الـ public key is mathematically impossible، يعني رياضيا مستحيل، رياضيا مستحيل. مثل ما قلنا انه الـ private key هو يجب ان يكون secret ولازم نحافظ عليه، اما الـ public key ممكن انه يوزع. الـ public key algorithm هي خوارزمية تستخدم مفتاحين، مفتاح للتشفير ومفتاح لفك التشفير. هنا ممكن ان نستخدم الببليك كي لفيريفاينج ذا سندر ايدنتيتي، فيريفاينج ذا سندر ايدنتيتي ليش؟ لانه اني اذا عندي ببليك كي خاص بشخص معين، يعني اقدر افتح البرايفت في كي لبرايفت كي، العفو اقدر افتح التشفير باستخدام الببليك كي
اللي ريليتد وذ ما يقابله من برايفت كي، يعني اعرف انه مثلا من افتح بمفتاح مال بوب، اذا بوب هو المشفر بالبرايفت كي، من افتح بالمفتاح العام مال اليس اذا هو اليس اللي مشفر بالبرايفت كي، اذا هو ممكن انه يكون هو verifying the sender identity من خلال البابليك والبرايفت كي. هنا المقارنة بين السيمتريك والاسيمتريك، هنا the same key algorithm with the same key is used، هنا نفس المفتاح يستخدم بالتشفير وفك التشفير، هنا لا pair of key، مفتاح يستخدم للتشفير، البرايفت والبابليك يستخدم لفك التشفير. هنا the sender and receiver must have the algorithm and the key. Now the sender and the receiver must each have one of the matched pair of the key, not the same one. يعني هنا ال sender وال receiver لازم واحد عنده ال public واحد عنده ال private، بينما هناك ال sender وال receiver لازم عندهم نفس المفتاح. النقطة الثالثة the key must keep secret. هنا واحد من عندنا اللي هو private ممكن انه يجب ان يكون secret. النقطة الثانية بال need for security must be impossible or at least impractical to decipher a message if no other information is available. نفس النقطة تكرر، يعني إذا ما عندي معلومات عن ال عن الكي ما أقدر، من المستحيل إنه أشفر أو أفك التشفير. هنا يقول knowledge of the algorithm plus sample of ciphertext must be insufficient to determine the key. يعني إذا عندي الخوارزمية وعندي عينة من السايفر تكست، مو يعني مو أحصل على أقول الخوارزمية هي الديس وعندي جزء من التشفير أجي أقدر أكسر الخوارزمية وأحصل على الكي، لا هذا ما ممكن. هنا يقول knowledge of the algorithm يعني أعرف أنه مثلا الخوارزمية هي مثلا RSA على سبيل المثال plus one of the كي زائدا واحد من المفاتيح اما البابليك او البرايفت بلس سامبل اوف ذا سايبر تكست ايضا عندي جزء من السايبر تكست، هذه ثلاثتين امبوسيبل انسفيشنت تو ديتيرمين ذا اذر كي. ماشي، يعني حتى لو كان عندي خوارزميه اعرف انه ار اس اي واعرف انه عندي سايبر جزء من السايبر تكست واعرف الخوارزميه، ما اقدر وعندي واحد من الكيات ما اقدر اكسر الخوارزمية حتى لو عندي واحد من الكيات. طبعا هو اكيد اللي عندي معناه شنو البابليك اللي عندي مو البرايفت، لانه البابليك هو المعلن. هناك بالسيمتريك يعني اذا كان عندي الخوارزمية وعندي جزء من السايفر ما اقدر اكسرها، لانه اذا كان عندي المفتاح اقدر اكسرها اكيد. فهنا راح يصير انضاف اللي هو إلها انه plus one of the keys plus one of the اللي هو public key. فإذا كان عندي جزء من السايفر والبابليك كي وعندي الخوارزمية ما أقدر أكسر التشفير مالتي. هنا الكريبتو أناليسيس عن بروت فورس أتاك، هنا شلون أسوي أتاك على على التشفير. أول شيء الكريبت أناليسيس، الكريبت أناليسيس ريلي أون ذا نيتشر أوف، يعني لازم أعرف شنو هي الخوارزمية وشنو طبيعتها. زين، لازم عندي سامبل من البلين تكست والسايفر تكست، سامبل من البلين تكست والسايفر تكست. This type of attack explores the characteristic of the algorithm، يعني يتحرى او يحلل طبيعة او مميزات الخوارزمية to attempt to deduce specific plain text or deduce the key، يعني حتى يقدر يعرف جزء من البلين تكست او جزء من الكي. يعني الكريبت اناليسيس اما يكتشف الكي او يكتشف جزء من البلين تكست، يعني اذا اكتشف جزء من البلين تكست او كل البلين تكست اكيد يعني معناه بهالحاله هو كسر الخوارزميه، فاذا يعتمد على تحليله للخوارزميه وعلى حصوله على جزء من البلين تكست سايفر تكست، يعني حتى لو قديم بس بنفس الخوارزمية عنده بلين تكست وسايفر تكست. فالهدف من عملية الكريبت اناليسيس هو اما الحصول على الكي او الحصول على بلين تكست او الحصول على بلين تكست. البروت فورس اتاك هذا هنا يجرب كل البوسيبل كي، هنا يجرب كل البوسيبل كي. طبعا غالبا هالف اوف اول بوسيبل كي ماست بي ترايد، يعني غالبا انه لازم يجرب نص
على الأقل نص عدد الكي المحتملة. طبعا هذا ينجح بالطرق السهلة اللي مثلا السيزر أو من ترانسبوزيشن، بس الطرق الصعبة شفت المثال اللي هو الكي مالتي 128، تطلع آلاف السنين حتى ممكن إن واحد يكسر الكي. فطبعا إذا أكيد إذا صار الـ RSA إذا المفتاح مالته 256 راح يحتاج أكثر من هذا الرقم اللي شفناه بداية المحاضرة. بس هل هذا كسر الجفرة مستحيل؟ لا مو مستحيل، ممكن إنه نستخدم مجموعة من الحاسبات نربطها سوية في ما يسمى بالديستريبيوتد اتاك. بالديستريبيوتد اتاك يعني اجيب اني مثلا 100 حاسبة واخلي كل حاسبة مسؤولة عن جزء كسر جزء من الكي، فبهالحالة راح يتقلل لي الوقت. او باستخدام السوبر كمبيوتر، طبعا استخدام السوبر كمبيوتر هذا ما اني ما كتبت لكم اياه، لانه هذا يعني هواي دول اصلا يعني ما عندها سوبر كمبيوتر، فمو اي واحد يجي يحصل على سوبر كمبيوتر. يستخدموه امريكا، تستخدمه بوكالة الفضاء ناسا، او يستخدموه بمراقبة التفاعلات الكيميائية، لانه هذا السوبر كمبيوتر عبارة عن كمبيوتر بالاف البروسيسرز كلها تشتغل في بطريقة البارالل بروسيسنج. سوبر كمبيوتر كمبيوتر واحد بالاف البروسيسر تشتغل بطريقه البارالل بروسيسنج. بس احنا يعني كطريقه ممكن انه يعني الاتاكر يكسر بيها الجفره، انه يجيب مجموعه من الحاسوبات، قلنا تسمى العمليه ديستريبيوتد اتاك، ديستريبيوتد اتاك. فهذه مجموعه الحاسوبات ممكن انه نجزئ الشغل، يعني كل حاسبة تكسر جزء من المفتاح. اذا جبنا 100 حاسبة مثلا واشتغلت سوية، ممكن انه الوقت هذا اللي كنا مثلا كتبناه الاف السنين او عدد كبير من السنين، ممكن يتحول الى ايام او ساعات. بس طبعا ممكن انه يكسر جفرة مثلا مال مفتاح الدس على سبيل المثال بخمس دقائق او بعشر دقائق، لا يتطلب اذا كان حتى لو ديستريبيوتد اتاك يتطلب ايام، او يعني قد يكون اكثر من يوم واحد. هذا نهاية محاضرتنا لهذا اليوم، شكرا جزيلا.